مرحبا الاخوان، نهاركم مبروك وتحيه للخوت والحباب داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه مع عثمان العربي الاخوان. تبارك الله، اليوم الخوت احنا كنتواجدوا في سوق اسبوعي الاثنين باقليم قلعه السناغ الخوت بسلاك الخوت 4/3/2024. تبارك الله، راه غندير لكم واحد الافتتاح الخوت عند خويا عبد الله، عنده جوج حوال الاخوان تبارك الله ملاح مرسومين بروميان، واحد رباعي واحد ثني، ومن ثم غنضربوا الاخوان الحوليه غنشوفوا الحول الغيض ونشوفوا الحول الخروف بدري. الله ييسر الامور، طرف قلب دارك ما تبخلش لينا غير واحد البارطاج واحد الجيم شي كومونتير زويون. الله ييسر امور، الله يدير خير تبارك الله، نبداو على بركه الله. سي عبد الله السلام عليكم، تحياتي لخويا، كي داير انت؟ امور زين اخويا، الله يحفظك الله يبارك فيك خويا، الله يعزك. شحال الثمن اخويا ديال هذا؟ مليون و60. مليون و60 من الاخر، اجير في السن. يلا هرس رباعية الاخوان تبارك الله، ومرسوم بروميان الله يجيهم طالعين. اي تبارك الله، ولكن راه حول مليح الخوت الرشمه الاخوان، راه مرسوم بروميان الاخوان تبارك الله. نمره واحد حقيقه في الضغط او في البلاصه الاخوان تبارك الله، كيطلب فيه مليون و60 تبارك الله. والمليح والمليح الاخوان تبارك الله، كل شيء كاين تبارك الله، كل شيء كاين. كطف يا اخوان 13000 ديال الدرهم الخوت تبارك الله. ايوا تبارك الله، كطف في الخوت 13000 ديال الدرهم الخوت تبارك الله، مليون و60 ياك. ديفو ما كاينش، ديفو ما كاينش يا اخوان تبارك الله، وراه حول مليح على الخوت 13000 ديال الدرهم اللي كطلب فيه، مليون و60 تبارك الله. والله ييسر الامور، الله يبارك. حولي راه مليح الخوت تبارك الله، ما تذكروش ياك تبارك الله، المليح راه كاين الاخوان تبارك الله، والجوده انا الاخوه راكم عارفين عبد الله راه الفحوله كيشري المليح، كيشري المليح ما نعاودو هضر تبارك الله، الله يبارك. 13000 ديال الدرهم اللي كطلب فيهم راهم غتفاوض معنا شويه، سير الله يسر، جيب الاخر اللي باقي عندك، الله يسر الله يسر الامور تبارك الله. باقي عنده واحد اثنين الاخوان هو مرشوم هذا العام وبروميان تبارك الله، الله يبارك الله يسر الامور. وسمحوا لنا خوتنا وحبابنا كنطولوا من الفيديو، انا واحد راه هو ويا، هو ويا ياك، هذا مرشوم بروميان الاخوان ديال هذا العام الاخوان تبارك الله. اي بروميان، بروميان هذا ثني ياك، هذا الاخوان ثني تبارك الله، الله يرزق يا الله يرزق تبارك الله عليك. ودي عبد الله كان عجبني بالمليح، لما كانش مليح ما تديش تبارك الله عليك، اللهم كان المليح ما تدي تبارك الله. وهذا خويا عبد الله، دابا خاص تحاول كيما يعجبك انت، خاص يعجب السيد اللي باغي ياخذ عندك. هذاك الشيء اللي كاين خويا عبد الله، واه تبارك الله عليك. لا كتقاد وشري، كاين اخي تقاد وشري وشري صافي يا عمر، خاصك تشري حواله ملاح، مش لابعتي السيد خاصك ما يبقاش فخرك به ديما. ايوا شري تاسيلو وبيع تاسيله، داك الشيء اللي كاين. والمليح راه في الثمن، المليح راه بثمانه، مليح بحقه فين ما مشيتي في السوق، المليح راه بثمانه. هذاك الشيء اللي كاين، شحال الثمن ابو عبد الله هذا؟ هذا مليون و20 اللي كطلب فيه تبارك الله، هذا كيطلب فيه مليون و20، ولكن راه غيتفاوض معكم الاخوان. راه دابا 9000 درهم اللي عطيناك فيه. ايوا تبارك الله، هذا الاخوان عطاو فيه 9000 درهم، هو راه كيطلب فيه الاخوان مليون و20، كيطلب فيه الخو 12000 ديال الدرهم الاخوان تبارك الله. انا غندور معاك، كيطلب فيه 12000 ديال الدرهم، ولكن راه يتفاوض معكم، واخا تشوفوا عبد الله بحال ما هكا راه يتفاوض معكم ويتصبر معكم الاخوان تبارك الله. ما نعاودوا هضره تبارك الله، حولي راه مليح الخوت تبارك الله. انا اخويا عبد الله تبارك الله، راه خدامين معاه، خدامين مع الناس كاملين. مرحبا. ممنوع النقيط ولا شي حاجه؟ لا لا قرب عنده، قرب. لا ما فيش نقيط، لا ما فيش. ممنوع النقيط ولا شي حاجه؟ ممنوع. اصيلي تا هو عبد الله، الله يهديك تبارك الله. الله يصلح الامور. عطيني النمره ديالك اخويا عبد الله. قول 06 42 38 36 60. والله الا كاين معشي ولاد الناس، هادشي اللي كاين هو هذا. الصفاوه البياض باغي المليح، مرحبا بيا، باغي يتفلف لا ما يعيط ليا. سير حيط الله يسر، كلامك على الصواب. الله يسر خويا، الله يجيب السلامة خويا عبد الله. الله يبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، ونصور الحضري على الثمن ديال الاخوان تبارك الله. والحضري كيدير بخير؟ شحال الثمن ابو الحضري؟ الله يحفظك، الله يحفظك. شحال الثمن الحضري؟ 36 31 راس الاخوان تبارك الله، المعطى اللي عطاو الخوت 36800 درهم الخوت تبارك الله. حوليات بلا حاجه زين، كاين والثمن راه كاين 36 كاين المليح تبارك الله، حوليات راه ملاحه الاخوان تبارك الله، والثمن راه جابت الوقت تبارك الله. الله يبارك، الله يصلح الامور، الشيء اللي عطى الله وهذا الاخوان تبارك الله، الله يدير حتى ولد الخير تبارك الله. الله يبارك، 36800 درهم الاخوان تبارك الله، اللهم يسر، الله يصلح الامور اخوت.
فراه معكم ديما الجديد الاخوان تبارك الله، نولعوا الناس ونولعوا المشاهدين ديالنا، والف مرحبا اللي حبنا الاخوان، الف مرحبا الخوت، اللهم يسر الامور. 36800 الله يكرمك خويا، سير الله يحفظك تبارك الله، المليح راه كاين، اللهم يسر الامور تبارك الله. 36800 درهم والله يصلح الامور، الله يدير الخير، وندور واش دور الاخوان في السوق ونشوفوا الثمن ديال الحوليه، الله يسر خويا، الله يعاونك، الله يجيب السلامه، الله يستر عليك ادريويش، الله يجيب التيسير خوت، الله يدير الخير تبارك الله. ونسولوا خويا محمد على الثمن ديال هذه الحوليه اخوان تبارك الله بدريه، خوت راه جيل العيد الاخوان تبارك الله، بحال هذا الشكل مليح تبارك الله، اللهم يسر. محمد كي داير؟ صحيح مزيان، الله يحفظك، الله يبارك فيك. شحال من الحوليه عندك؟ 12 حوليه. 12 حوليه، الثمن اخويا العطيه؟ 36.50. المشرى ولا؟ لا لا خلاص، ولا 8. واش جايبها من هنا ولا شريتها هنا؟ لا جايبها معايا، ما شاريهاش. ما شاريهاش. 36.500. 36.500 الاخوان تبارك الله، 1825 درهم. تبارك الله، 12 حوليه الاخوان تبارك الله، والله يسر، الله يدير الخير. تبارك الله، السوق راه كل باب وكره الاخوان تبارك الله، مليح مليح، ولكن راه حوليات ملاحة الاخوان تبارك الله، حوليات راه مزوينة الاخوان تبارك الله، ويجيو للعيد، الله يسر، الله يكمل بالخير، وتحيات للخوت الحباب اينما كانوا تبارك الله. شحال قلتي من البيعة محمد؟ 38. بحال مشيتي شوية كراطي، شوية مع الناس، تساعد شوية مع الناس وصافي، راه عندك المليح، عندك الزين، ولكن تساعد. تساعد وخاصك تساعد، دابا راه السوق هذا كيمشي ويجي، هذاك الشيء ها هي راه يمشي ويجي، اللهم يسر تبارك الله. نطلبوا الله التيسير، وندوروا دور الاخوان السوق، ونشوفوا الثمن الخوت تبارك الله، راه حوليات راه ملاحات الاخوان ومتوقعات تبارك الله. عشق تعشق، باش ما زدتي الفلوس شويه تدي المليح، باش ما زدتي الفلوس شويه تدي المليح، المليح راه عاد الجوده وعاد النقاء، بس ساعه اخرى كتعطيك حوليه زينه، حوليه وافيه راه ماشي هي حوليه صغيره ديال 30 31 32، هذه راه ب 36.500 الاخوان تبارك الله، عاطيها الصغيره كيدير الخوت تبارك الله، 1825 درهم، والله يسر الامور. خلي الميرا ديالك اخو محمد، 06 13 46 90 12. تلقى معك شي واحد مرحبا بعتيهم، الله يسر لك، الله يسر عليك اخو محمد. بارك الخوت، الله يدير الخير تبارك الله، هذو حوليات غلاظة الاخوان تبارك الله، وملاحة استعثمان، الله يعزك خويا، تحياتي، اللهم يسر تبارك الله، وغنسولكم على الثمن الخوت، والله يصلح الامور تبارك الله. حوليات راه ملاحة الاخوان، باقي مولا مكتفهم، ولكن حوليات مكركعات تبارك الله. غنزكيو مع الاخوان ونكمل لكم الفيديو تبارك الله، وحنا غنكمل لكم الفيديو ونسولوا على الثمن تبارك الله. شحال الثمن محمد؟ أو 46 46 أو 50 فراد، 50 فراد، 46 الخوت جملة 2400 2300 درهم، 46 أو 50 فراد، 50 في الفراد الإخوان، 50 في الفراد بحال 2500 درهم في الفراد الإخوان تبارك الله، وحوليات راه مبالغات وملاحات، وغادي يفوتوا العيد تبارك الله، جيو حوليات والله إلا سمعنا ترى أنا كنشوف، كنشوف حوليات راه متخمة، تقل على الله، أنت إلا كنتي شاري تقل على الله، حوليات زينات، عطيتي 46 الله يرحم الوالدين، قال لك من الخوت عطاه 46، ما كاينش بزاف، شاري من عنده مسكين تا هو، راه صاحبنا راه حدا ولا شاكسين، باغي يكسب هذا العيد، لا حوليات ملحات، والله إلا ملحات، تبارك الله الروس كي دايرين، أنا المليح راه كنوقف عليه الصراحة، والله ما كذب على الله، تبارك الله. كيف ودي لعبد حمدي؟ 46 الاخوان تبارك الله. قول الراجل. ونخيطوا عليك واحد شويه، زيد واحد لا. انت ما اش قلتوا لي؟ اش قلتوا؟ قلت لي قول اه. اودي لا بغى شوي يبان لي هو يضحك ما. انا باين عارف يلاه. حنا واقفين كنخيطوا وكلشي نديروا. سبعه 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 بسبعه. سير تكل على الله. الله يرحم الوالدين. الله يربحوا. الله يرب. رشام 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 خرفان، رشام الحوليات. هيدا بوحدو وترا خيطنا عليه ب 47 والسيد باقي ما ابراهيم ابراهيم 47 وشوف انا جيت وخيطت عليك وما دواش الراجل هكا مليحه باباك المليح ما نعاودو هضره وترا 47 اللي واقف درك الاخوان ومازال مولاها ما بغاش مازال مولاها ما بغاش والله يسر لكم هادشي اللي تسالوني هو هذا الله يعاونكم خويا الله يجيب السلامه خيطنا ضروا الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن الله اللهم بارك الخوت راه عقب تباعت الخوت ب 49000 ريال 2450 درهم هذا الاخ الاخوان تبارك الله الله يسر واش هادو ما داخلش هادو بلا واش هادو ما داخلش
ولا رشيد ما عندك كل شيء. سعيد الله يسامحك. والله العظيم تقول الحقيقه في الداخل ماشي دخل مادي ماشي مسوبروج انا مسوقي والله ما كاينه وهذا راه مسوقي هاي الله يسر مولا الله يسر مولا الخوت راه 49,450 درهم الخوت باش تباعت الله يسر مولا الله يكمل عليه بالخير يرحم الله بارك الله يدير خير الله ييسر الامور طلياني السلام عليكم كيدير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يحفظك ليا والحد منا بزينه بارك الحمد لله لا ما بقاش نجلبرو مره وي ورا مره ومره راه خاصك تنوع شويه للمشاهدين تنوع الصواغ اش حتى ما ربنا يرد لنا هادو بقينا فيهم 35 هو المعطى 34 المعطى الاخوان 34700 درهم 10 بياسات 1700 اخوان تبارك الله المعطى 35 هادو 35 هادو الاخوان راه 35750 درهم هاد حوليات بياضيات ملاحات تبارك الله تبارك الله اللهم يسر 35750 درهم نقل جوج المعطيات الجد ما غتفردهمش العقود هذا ما غتبيع جمله ها هي غتبيع جمله الله يسر واش كيقول لك عيش جمل ها قال جمله قال لك 35 اللي قال باغي 40 بالعربي لا على بسته باش كبير بسته تبارك الله قاطعهم ب 36 الاخوان تبارك الله قاطعهم ب 36800 درهم الله يحفظك تبارك الله وهذا الخوت راه 34 اللي عاطينه الاخوان تبارك الله 1700 درهم تبارك الله اللهم يسر قول نميره قول 06 94 89 24 39 مرحبا داكشي اللي بغاه اخويا عثمان الله يسر لكم الله يكمل بخير غادي الحوليه وجهوا لي انت راك حريفي في الخروج ربي يخليك ها تاع الحوليه اللي دزت ليها نغيز ليها تغيزيها ها الحوليه تغيزها استغ استدرات وشارع الخمسه راه عايط لي على واحد مسكين من فاس توا عليهم والله يسر لا ربح شي من شي عليك المليح حتى للوالي ايوا الله يرحم الوالدين لا حتى للوالد عليك من بكري من مال من ما دزتي اه هذاك الشيء ماشي الله جا ولادك لا داك الشيء راه في الدم لا خلاه واحد سير الله يسر حتى عزيز عليك المليح انا نقول لك سير الله يسر لكم الله يكمل بالخير تبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونسولوا على السلاعي تبارك الله عاد ولد خالي محمد تبارك الله نسولوا على الثمن الله يسر الامور والعمي السلام عليكم انت كدير صحيحه مزيان خويا الله يبارك فيك الله يعزك شحال الثمن اخويا 32 الخوت عاطينه 32600 درهم الخوت تبارك الله شحال من حوليه 32 حوليه الاخوان تبارك الله بدريه الخوت والمليح تبارك الله حوليه عاصريه الاخوان تبارك الله يحفظك الله يبارك فيك العيب كيقول لكم ديالو الخوت المعطى اللي عطاو الخوت 32600 درهم 32 حوليه ولكن المليح تبارك الله المليح كاين تبارك الله الله يحفظك الله يبارك الخوت الله يصلح الامور جمع الناس 32600 درهم الخوت تبارك الله الله يسر الله يصلح الامور تبارك الله 32 حوليه ولكن راه مليح الخوت راه بدريه النقط تبارك الله حوليه راه اصيه خوت تبارك الله اللهم يسر خلي النمره ديالك ودخل محمد الله انا غتبيع ان شاء الله فهمتي ما تقولش عندك انا تبيع قول قول اخو محمد 06 87 17 74 87 سير الله يسر سير اللهم يسر خويا الله يعاونك الله يجيب السلامه تبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله وسولوا على السلع الاخوان تبارك الله شحال تباعت الله يستر الامور ام الحاج شحال الثمن الله يحفظك 37 و200 الله يرحم الوالدين المشرى الاخوان راه 37 و200 باش نشري الاخوان تبارك الله 1860 درهم 1860 درهم الخوت باش نشري الله يستر الله يكمل الله يربح شي من شي الخوت تبارك الله بلاد مرا قسم الله وخبز وشي اللي كاين سير الله يسر لي هذاك صافي دال السلعه قيطنا عليه الله يسهل عليه سير الله ميسر تبارك الله الله يستر الامور والله يدير خير الخوت العباد وندور دوره في السوق ونشوف الثمن عم الحاج الله يسر ارحم والديك
اللهم بارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله. ونسولوا على السلاح الخوت راه تباعت الاخوان تبارك الله، سولوا على الثمن ديالها والله يصلح الامور تبارك الله. سولوا خويا عبد الصادق الله يدير الشغل ديال الخير الاخوان تبارك الله، غير المراه مليحه الاخوان تبارك الله والله يسر تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله، واحد واحد الاخوان تبارك الله، ولكن سلعه الاخوان تبارك الله. الله يصلح الامور، الله يدير الخير جميع الناس والخوت الحباب تبارك الله. شحال ابو عبد الصادق شحال الله حفظك؟ 82 تبارك الله. خوت داز 82 4100 تبارك الله. اللهم يسر، الله يسر امور جميع الناس والخوت الحباب تبارك الله. الاخوان راه الثمن كاين بالمبشي ديال الاخوان تبارك الله. اللهم يسر، الله يدير الخير تبارك الله. 82 كل سنه الحيب، كل سنه الحيب الاخوان تبارك الله. 82 4100 درهم الاخوان تبارك الله. والله يسر ابو عبد الصادق، الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير الخوت الله يدير خير تبارك الله. بالنسبه لواحد الاخ كيقول لك الكسابه، واحد الواحد الاخوان راه حصلنا كسيبت وهذه الاخوان تبارك الله، وغنسولوا على الثمن ديالها. سمح احمد السلام عليكم، دير بخير، صحتك مزيان، كسيبتك هذه وشحال الثمن اللي عطاوك؟ 42. شحال قلت لهم ثمن البيع؟ 46. مع واحد السيد قال لي اش ما كتصورش عند الكسابه في الليل؟ ما كتصورش في الليل، واش يمكن لك؟ ما يمكنش يصور. ها هاكا بعدي ومشي دي بحالاتك. ايوا هادشي اللي كاين هو هذا، راه ما يمكنش تصور في الليل، هادشي اللي كاين هو هذا تبارك الله. اللهم يسر الامور، الله يدير خير خوت. 42 2100 درهم الخوت، المعطى اللي عاطينه الاخوان تبارك الله. هذا تبارك الله، شحال من راس عندك فيها هنايا؟ واش هذوك معاهم لا؟ هذوك بحدهم. وهذه شحال من راس هذه؟ هذه 16 راس، 16 راس الاخوان تبارك الله. راه نخلي النميره ديالو، اللي بغى شي حاجه يتفاوض مع الاخوان تبارك الله. باع الله يسر لي، عطاو 42 2100 درهم الخوت. وهذوك الاخرين شحال عطاوك فيهم؟ ها؟ عطاوك فيهم 40. بحال شحال المجموع عندك انت؟ 22. 22 راس. هذه الاخوان، هاد السته الخوت، هاد السته الاخوان راه عطاوه 40000 2000 درهم الاخوان تبارك الله. هاد الشيء اللي كان هو هذا، راه عنده سلعه وحده الاخوان، راه عادوا قسموهم على حساب فلوس وصافي. اللهم يسر، اللي بغى يجمل معاه كل شيء راه يجمل معاه الاخوان تبارك الله. والله يسر، الله يدير الخير. شكون بغى يخلي النمره ديالو؟ قول 06 97 22 14 18. عاود معايا 06 97 22 18 37. سويتك بادر ياك؟ اللهم يسر خو بادر، الله يجيب السلامه تبارك الله. انا الاخوان غندوز معاه كامل الاخوان، ومرحبا. هذا راه كساب الاخوان، راه حصلنا اليوم حيت ما باعش في الليل. هذا الشيء اللي كاين هو هذا، الله يسر. اللي بغى الاخوان السلعه يتصل به. اللهم يسر الامور خو بادر، الرجل بالسلامه. الله يسر عليك ادريويش. بارك الخوت، الله يدير الخير تبارك الله. وسولوا على الاحوال الاخوان تبارك الله، شحال الثمن ديالهم؟ الله يسر الامور. صوروا الفقيه، الله يسر الامور تبارك الله. اللهم بارك. بو الفقيه شحال الثمن الله يحفظك؟ الثمن الله يحفظك 80 خوت، راه 80000 4000 درهم الاخوان تبارك الله. والله يسر تبارك الله. حواله راه ملاح وغراض الاخوان تبارك الله. والله يسر، الله يربح شي من شي اللي كان هو تبارك الله. اللهم بارك الخوت، 80000 حتى في قلب دارك، وكنوصلوا الكبار دير السوق، وما تبخلش علينا بحال الجيم والبارطاج ضروري الاخوان تبارك الله، تعاونوا معنا فيها. الله يسر الامور الخوت باش يوصلكم كل جديد، والله يدير الخير تبارك الله. 80000 الاخوان تبارك الله، 4000 درهم، وندور دوره في السوق ونشوفوا الثمن. الله يصلح الامور. مبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله. هادو كل جوج وديول واحد بوحدو الخوت، وغنسولو على الثمن. والله يصلح الامور تبارك الله. صوروا ببعض عبد القادر هو الاول على الثمن ديال هاد تبارك الله. سي عبد القادر السلام عليكم، كدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال الثمن ديال عبد القادر؟ الواحد 95 الواحد. هذاك فيه شي حبه ياك؟ هذا فيه على الحبيبه، ولكن الخوت غادي وكتبر الاخوان تبارك الله. هذا ما فيش، هذا ما فيش. اش مرشوم دوزيام ياك؟ دوزيام مرشوم دوزي او لي سيسا ياك؟ لا لا ماشي تبارك الله. هادشي اللي كاين هو هاد الاخوان تبارك الله. نقولوا شحال قلتي المشرى؟ 95 4750 درهم. ها هو مع خوه، مع خوتهم، مع خوتهم الملاعب والدار. شد شد هذاك، هز هذاك. ها هو تبارك الله، هذا راه شطب الاخوان تبارك الله وملاح. هذاك اللي ملي راه فيه حبه الاخوان تبارك الله، هذا راه زين الاخوان. تنيا عبد الرحيم سنان الحليب تبارك الله، 94 4700 درهم، ولكن مع خوتهم الاخوان تبارك الله. نخلي النمره اللي بغى شي واحد ولا جوج يتصل به. عطي النمره عبد القادر. قول 06 51 45 72 36. الله يسر، الله يكمل بخير. عندك شي حاجه عبد الرحيم هنا؟ عندك شي حاجه؟ عندك شي حاجه؟ ياك سير الله يسر، الله يكمل بالخير. يلا
وبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. وغنسولوا على السلاح الاخوان تبارك الله عند بوعبيده، ونسولوا على الثمن ديالها. الله يصلح الامور تبارك الله، الله يستر. بوعبيده السلام عليكم، كيدير بخير؟ صحيح مزيان. وي داك اش نهار ما تضحكش ديما، النهار كامل السمانه كامله. رزق الله. شحال بوعبيده الثمن؟ 62 عطاو، 62 عطاو، شاريهم 60. مشروق؟ مشروق مع شي واحد؟ لا بوحدك. الاخوان راه شراهم ب 60000 3000 درهم الاخوان الواحد، 3000 درهم. شحال من واحد هما؟ سبعه الحوال خربان الاخوان تبارك الله، بدريين الخوت هذا تبارك الله، وخربان ملاح زينين تبارك الله، الله يصلح الامور الله يدير الخير تبارك الله. الخوت اللي اشترى راه 60000 وعطاو الخوت 62، 62 وكان عليك تبيع ابو عبيده. ايوا الرزاق الله خلاها بالاول، راه ما كد بنادم ما كيقنعش دروك، ولا خلي واحد هربه ديال العوينه. ها كان عليه يبيع، كان عليه يصبر ويبيع. واه لا كان عليه، ها هي داكشي اللي كاين، رزق الله تبارك الله. ها داكشي اللي والله يسهل عليك، الله ييسر الامور. 62 الخوت اللي كانوا عطاوه وما بقاش عنده، هادشي اللي كاين هو. انا نبغيك تقنع ابو عبيده، راه كنقول لك ديما سير الله ييسر. يلا الله يسهل عليك، خلفان بدريين زوينين، اللهم ييسر الامور. نضروا نخشوا دوروا السوق ونشوفوا الثمن. اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. هادو جوج حوال الاخوان تبارك الله، مرشومين دوزيام الاخوان تبارك الله، عاد خالي محمد تبارك الله، وثنايا بجوج الخوت مرشومين دوزيام، وغنسولوا على الثمن والله يصلح الامور تبارك الله. اللهم بارك. خالي محمد السلام عليكم، دير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال خالي محمد؟ هذا عطيني فيها وليدي 160. هذا 160 2 دوزيام، هذا دوزيام الاخوان تبارك الله. داكشي راه يلاه يا الاخوان تبارك الله، راه مشارك وقلب الاخر تبارك الله. هذا وهذا قلتي لي هذا مليون، مليون هذا الاخوان مل، هذا اثنين الاخوان تبارك الله، وعطاو الخوت مليون 10000 درهم الاخوان تبارك الله. دوزيام تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. هذا الخوت عطاو 160 8000 درهم تبارك الله، ورا نخلي المير ديال خالي محمد، واللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. هاد الاخوان راه عطاو 10000 درهم الخوص، مليون اللي عاطينو الاخوان تبارك الله، وقفه وراز وزين كل شيء كاين تبارك الله. وهذا الاخوان راه دوزيام عطاو 160 8000 درهم، الله يحفظك تبارك الله، اللهم يسر الامور. بارك الله ولا الاخوان تبارك الله. النمره ضروري عطيني النمره ديالك. قول 06 16 45 05 78. اللي بغى شي حاجه الاخوان مرحبا، عاد خلي محمد سير الله يسر خلي محمد، الله يجيب السلامه. ممنوع العيب ديفو ما كاينش تبارك الله، الله يسر تبارك الله. كيقول لكم العيب راه ما عندوش الاخوان تبارك الله. اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. ونسولوا على السلع الاخوان تبارك الله، نسولوا بو خالد على الثمن ديالها، والله يصلح الامور تبارك الله. هذا الربع الاخوان راه بعدهم، هادو الاخوان تبارك الله، هادو راه بعدهم. سي عامر كدير؟ صحيح امورك هانيه الله يحفظك. هذوك الربع بعتيهم لي ياك؟ شحال الثمن؟ 70 و 250، هادو الاخوان راه 70 و 250 ريال الواحد الخوت، على 3500 درهم و10 درهم على الاخوان. داكشي اللي كنقولوه والرزاق الله تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. هادو الاخوان راهم ملاح الاخوان تبارك الله، الله يبارك الله ييسر مولاهم، الله ييسر مولاهم ان شاء الله. راه باعهم لهاد السيد الله يسخر ريه تبارك الله. خالد عامر والاخرين شحال الثمن؟ شحال اخو خالد؟ 61500 الاخرين ياك؟ تبارك الله. هادو الاخوان هاد شويه مرشومين بالحمار والكحل الاخوان تبارك الله، راه 61500 تبارك الله، 3075 درهم. داكشي اللي كاين كاين والرزق الله، وبنادم كيتكل على الله، بنادم كيتكل على الله، ولكن خرفان بور الورد تبارك الله تبارك الله. ونظروا شو الاخوان شو دوره. سي عامر الله ييسر، الله ييسر ابو عامر، الله يجيب السلامه، الله يحفظك. نظروا الاخوان شو دوره في السوق ونشوفوا الثمن. بارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله، خروف مليح بدري الاخوان تبارك الله. عاد خويا عز الدين والزين والاصل والكمامه كامله، دمعه من جهه جويل، فراق اجبر مع كحلين وعثمان. نعم خويا تحياتي. انضى تبارك الله عليك، قر مليح كل شيء زين. وما يحكموا الزين كاين، الزين كاين تبارك الله عليك خو عز الدين. شحال الثمن خو عز الدين؟ والمشرى تقول لي لا، شري مع خو خو قرطيط. ها نعم خو قرطيط، وخو 106 106 خو قرطيط، خو قرطيط اييه. وهذا شنو طاق فيه؟ طاق فيه 64 اييه. هاكا تبارك الله، الخوت المعطي عطاو 64 3200 درهم الاخوان تبارك الله. كانوا شراهم الاخوان 106
106 الاخوان تبارك الله اللهم بارك الخوت راه المشريين 106 جوج اخوه قرطيط وقاعد عزين هذا هو اللي بقى عند الخوت المشريين جوج 106 5300 درهم خمسه الاخوان وبقى هذا الخوت راه عطاوه 64 3200 درهم شوف شحال الثمن ديال البيع واش باغي تبيع عزين انت عندك تصاوب معاه عطيني النمرة ديالك 06 75 01 90 76 سير الله ييسر سير الله ميسر تبارك الله خروف راه فنان الاخوان تبارك الله ومليح الله ييسر بو عزين سير الله ييسر الله يجيب السلام ويسر امور الله يدير خير تبارك الله جايين عند خويا الشرقي عزيز علينا وكنبغيو له الرباح هادشي اللي كان واد الله يحفظك تحياتي ليك كي داير انت الله يحفظك الله ييسر الامور الله يحفظك المعدي شحال الثمن بثلاثة هنا هو بوحده هاد جوج هاد الاخرين هو خو شحال الثمن اخو الشرقي 108 بغيت تديو ليك بغيت تديو الجوج وخلي لك الاخر 108 اي 54 الواحد 2700 درهم الواحد وهذا ما عطاوكش دابا هذا هو اللي غيكسحك شويه فهمتيني وهي داك الشيء انا عارفين داك الشيء اللي كاين تبارك الله وقولوا 50 هادو 92 هادو 4600 درهم الاخوان جوج بالمصريين وهذا 50000 2500 درهم خلي النمره ديالك الشرقي اللي بغى شي حاجه يتواصل معاك قول 06 73 04 65 56 الله ييسر امور الله يحفظك تحياتي ييسر امور الله يدير خير تبارك الله وغنصوروا تبارك الله صوروه على الثمن الاخوان تبارك الله الله يصلح الامور سي عباس السلام عليكم كي داير بخير صحيح هاني شحال الثمن ابو 50000 هي اللي زاقي عندك تبارك الله 50000 الاخوان تبارك الله هي اللي زاقي عندو 2500 درهم تبارك الله الثمن كاين الاخوان والشيء اللي عطى الله واضح حنا كنصوروا لكم نعم كاين الله في ملكم الثمن كاين بزاف اليوم كاع لا في غليظه لا في رقيقه والله يدير الشتا ديال الخير تبارك الله 50000 الاخوت 2500 درهم الله يصلح الامور والله يدير البر خير تبارك الله وتحياتي لكم الاخوان تبارك الله حنا نوصلوك شي معلومه في قلب دارك والله يصلح الامور الله يدير الخير ابو عباس الله يسهل عليك الله يجيب التيسير